السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الحلوه بالمذاق ديال الكعك، يعني فيها النافع والجلجلان والزبيب، كتجي زوينه بزاف ويعني في المتناول ديالكم. وما غاديش ندير فيها الزبده بزاف، جوج معالق ديال الزبده وجوج قطع ديال الجبن كافيين يعني باش كيعطيوها واحد المذاق، ويعني حتى الهشاشه كتجي هشيشه. هنا عندي كاس لارب ديال السكر سنيده، عندي 8 غرام ديال خميره الحلويات، 7 غرام ديال الفاني، عندي نص كاس العنبه ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للزبده انا استعملت هنا حيوانيه يعني ديال العبار، جوج قطع ديال الجبن، عندي معلقه كبيره ديال الزبيب مقطع، قطعته مسحته مزيان وقطعته بالمقص، معلقه صغيره ديال النافع مطحونه، عندي جوج ديال البيضات غنزول منهم الصفر، يعني غنستعمل بيضه كامله وابيض بيضه وحده وصفر نخليه تزين. غنحتاج الدقيق اللي غادي نجمع به هذا الخليط. وبالنسبه لهاد الزلافه درت فيها شويه ديال الجلجل الابيض والجلجل البلدي، هادو غادي نديرهم في التزيين ما نديرهمش في العجين. اول حاجه خديت هنا جوج قطع ديال الجبن، جوج معالق كبار ديال الزبده والفاني، وهنا ضفت كاس لارب ديال السكر سنيده. غنخدم هاد العناصر هما الاولين عاد نضيف الزيت والبيض. بيضه كامله وبياض بيضه، وهنا غنضيف نص كاس العلبه ديال الزيت. بالنسبه للصفر ديال البيضه الثانيه راني درته بوحدو، هذاك هو اللي غنحتاج في التزيين مع الجلجل. هنا ضفت الزبيب والنافع، النافع البلدي كتصهدوه شويه وكطحنوه، و 8 غرام ديال خميره الحلويات، غندير 8 غرام يعني غادي نطلقها بالمدلك، فمن الافضل ندير 8 كامله باش كتجي خفيفه الحلوه. صافي دابا غادي نبدا نضيف الدقيق، تقدروا ديروا شويه ديال الجلجلان فيه يعني في العجين لداخل، غير حمروه وكتضيفوه. انا غادي نكتفي غير بالتزيين، انا غادي نعمرو مزيان داك السمسم، غادي يجي عامر يعني ماشي ضروري نديروه لداخل. كيف تقدروا ديروا حتى شويه ديال اللوز، اللوز هو كتحمروه وتهرمشوه وتضيفوه. بعد ما جمعته دابا غادي نقسمو على جوج ونبدا نطلقو بين جوج بلاستيكات او البابي كويسون. غادي نبدا نطلقو، درت غير نص الكميه حتى نطلق الاولى، وعاد ديك الساعه كنولي ناخذ الجزء الثاني. بالنسبه للحجم اللي غادي ندير انا في هذا الكعك هذا، غادي نكبرو انا شويه، غنقطع قطعه كبيره، وانتم تقدروا ديروا اي قطعه سواء دايره ولا اوفال ولا مثلثه اللي عندكم، غادي تقطعوا به او بالكاس ديروا على شكل هلال. صافي البنات، من بعد ما رشمتهم كما شفتو درتهم هكا في لاطون فرشة بالبابي كويسون، وخديت واحد القطعة اخرى صغيرة غير داك البوق قلبتو ودرت به هكا هاد الحفار، كتبقى اختياري، بغيتو تخليو هكاك مسدودة كتخليو مسدودة. دابا خديت هداك اصفر البيض، درت معاه معلقة صغيرة ديال الحليب، وضفت معاه قطرة ديال الخل. صافي غادي نخلطو مزيان وغادي ندهنهم ونرشهم بداك الجلجل. غادي نبدا نرشهم بهاد الجلجلان، كما قلت لكم انا راني مخلطه هنايا البلدي مع البيض، الا ما عندكمش البيض ديروا غير البلدي حيت البلدي اللي كيعطي مذاق زوين.
صافي غادي نرشهم هكا. الفران انا كنسخنو على 180 درجه، نسخنو من التحت هو الاول، ندخلهم يطيبوا وعاد نصوب اللاطه الثانيه، لان راه كيعطي واحد الكميه. واخا تشوفوا انا كبرتهم حيت كنرجع ندير هاد الحفره الوسط، يعني كتبقى لي العجين. البنات غادي نستمر هكا يعني نعمرهم كاملين هاد الجلجلان وندخلهم يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله في طبق تقديم. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كتجي الصراحه زوينه، واخا كبرناها راه يعني كتجي العبر ديالها كيبقى هو هذاك، باش كتجيكم هكا على شكل كعيكات. فالا بغيتو تصغروا او ديروا شي طابع عندكم، ديروا اللي بغيتو، راه كتجي زوينه بزاف وهشيشه. وداك الاضافه ديال الجبن من الافضل تخليوها، ما تحيدوهاش، لان كتعطي واحد المذاق خطير لهاد الكعك هذا. راني ديجا درت لكم بلا فرماج وكيجي زوين، ولكن هاد الفرماج كيخليه يجيك شويه مقرمش، ما كيبقى لكمش هكا بحال كيتفرتت. فداك الجوج حبات ديال الجبن كيضيفوا واحد الاضافه اللي هي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحلوه. نقسم معكم شي وحيده، غنقسم معكم هذه الوحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل ديالها. هانتوما راه كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت هشيشه من الداخل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم.